جميل. تعالوا بقى نروح لموضوع مهم جدا اعلنت عنه مؤخرا وزاره الشباب والرياضه، وهو تعاون استراتيجي مع مركز البحوث الاستراتيجيه وكمان الطب التجديدي التابعين للقوات المسلحه وعدد كمان من الجامعات المصريه لدراسه استخدام التكنولوجيا الحديثه وتحديدا الجينوم الرياضي في عمليه تطوير اداء ابطال الرياضه في المجالات المختلفه. تعالوا نتعرف على تفاصيل اكثر من خلال التقرير ده، اتفضل. احنا النهارده في طفره كبيره جدا، طفره بتساوي جمهوريه جديده. احنا موجودين لاعلان واطلاق العمل في الجينوم الرياضي المصري. احنا في لجنه كبيره طبعا اهمها تعاوننا مع القوات المسلحه وقطاع الطب طبعا ومركز الجينوم المصري، كل الشكر والتقدير لمعالي وزير الدفاع والقيادات المختلفه الحقيقه على التعاون في هذا المشروع الكبير جدا. احنا هندخل الجينوم الرياضي المصري. الجينوم الرياضي المصري مبني على التحليل الجيني في عملية الانتقاء من البداية، اهمها المشروع القومي للموهبة والناشئين، وايضا التحليل الجيني وما يتتبع للبطل الرياضي، وعمل جين رياضي مصري لكل الالعاب وتصنيفه في كل الالعاب. وده مشروع جمهورية جديدة اللي احنا عندنا نو هاو فني، فبالتالي في ثلاث قطاعات. قطاع الجامعي، وده هيكون تحت الامبريلا تعاونا مع جامعه مصر وجامعه القاهره وجامعه حلوان. اللجنه العلميه في الوزاره بتعمل عمليه التنسيق. قطاع الرياضه والبطوله تنسيقا مع الاتحادات الرياضيه و يعني الابطال اللي موجودين ومحتمل وجودهم للميدلز او للميداليات، والمشروع القومي في الانتقاء، لان عندنا مشروعين قوميين، مشروع قومي للموهبه والناشئين اللي احنا اعلنا عنه واحنا شايفينه وعارفينه، ومشروع جديد سن 6 سنوات بنبداه اللي هو الموهبه الحركيه. طبعا في البدايه المشروع الاول التطور العلمي اللي احنا شايفينه في الرياضه اللي احنا بداناه بتوجيهات وفكر معالي الوزير الشباب والرياضه، ان كل عندنا المشروعات عندنا وكل الرياضات لازم نبدا بالفكر العلمي اللي كل الدول بدات تسبقنا تركيا وتبدا فيه تشتغل فيه. لازم من خلاله بقدر احدد اللعيبه واقدر احدد اللاعب ده ممكن يشارك في لعبه ايه ويمارس لعبه ايه وهيقدر يوصل من خلالها لايه بالظبط. ده كله بتشكيل لجنه كبيره ان شاء الله بدانا، وبدانا مع الكليات المتخصصه في هذا المجال، وان شاء الله ان شاء الله هيطلع من خلاله حاجات كويسه جدا جدا تساعد. وانت لما بتبداي باللاعب وتعرفي امكانياته وقدراته هيسهل معاك ويوفر عليك وقت وجهد ومال. ده الفكر العلمي الجديد اللي هنبدا نشتغله ان شاء الله. احنا النهارده في المؤتمرين، مؤتمر اللي هو تخريج دفعه من الاساتذه الخاصين بعلم نفس الرياضه او المحللين النفسيين، ودول مجموعه بتستكمل بيها النواحي البدنيه والنواحي الفنيه، بالاضافه للجينوم اللي هو يساعدنا في عمليات الاختيار وتوزيع الولاد على مجموعات الالعاب المختلفه، لان كل لعبه بيبقى لها مميزات معينه. مثلا في لعبه تتميز بالقوه، في لعبه تتميز بالسرعه، في لعبه تتميز بتحمل السرعه، تحمل القوه. فيبقى هنا الفرز اللي بيتم من خلال الجينوم بيريحك في عمليه الانتقاء الصحيح لممارسه لعبه معينه. معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي النهارده زي ما حضراتكم عارفين اعلن على الجينوم الرياضي يعني التنسيق وعمل البحوث العلميه مع جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. فريق عمل متكامل من جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا من كليه البايوتكنولوجي سوف يشارك باذن الله سبحانه وتعالى في البحوث الخاصه بتحديد من هو البطل الذي سوف يستطيع ان يحقق اعلى الدرجات ان شاء الله في البطولات العالميه والاولمبيه باذن الله، من خلال تحديد الطفرات الجينيه اللي هي هتكون موجوده في هؤلاء الاطفال، الشباب اللي هم من ناشئين في الاول وبعدين الابطال نفسهم. هيئه كل ده
يكون مهم جدا ان هو نحققه من خلال التعاون المشترك ما بين وزارة الشباب والرياضة ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي بوزارة الدفاع، اللي هو الحقيقة المكان الرئيسي الذي سوف تقوم به هذه الأبحاث وهذا المشروع القومي.